يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الساحر الذي تاب هل يباح له أن يشرح للناس حياته مع الشيطان وكيف تعلم السحر من باب الموعظة؟ لا، هذه ما هي موعظة، هذه إشاعة للشر، ولا يجوز، لا يجوز هذا، لأن هذا إشاعة للشر وتدريب للناس على السحر، لا يجوز هذا العمل، يتوب إلى الله وخلاص. نعم.